معي واحد ثاني من الربع. ما تبغون نقعد؟ بنجيكم. قولوا لا اله الا الله. قلنا نبغى نسهر معاكم شوي انا وحمد. والله اللي يا مرحبا. وننبسط معاكم. خليكم على راحتكم، روح المكان. مره. تبقى الله يبقيكم. وين تبغون نقعد؟ اقعد هناك. لبيك. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. كرك هذا؟ هذا واضي وعلوم منكيون. يبون يصيدون جوك يا حمد بالكرك. الله يطول عمرهم. لا واضح الليله. ناقصنا ابو ناصر. ما شاء الله. الله يطول عمرك. شو اخباركم الشيوخ؟ شو اموركم؟ طيبين ان شاء الله. جلسه حبيه ونتونس ونسولف وناخذ علومكم ونبغى نسمع منكم اكثر مما نتكلم يعني. يا مرحبا بكم جميعا. للامانه بعيد عن كل شيء انا متشرف بكم. تواجدي معكم هذا بحد ذاته انجاز على قولتهم. يا مرحبا بكم اسهل. اهم شيء بدون تحيز معكم ممتازين. الله له تسلم تسلم. بيض الله وجهك وجمل الله حالك. والله اليوم برد شوي. لا واقف مو شوي. شو الامور؟ شو الاخبار؟ طيبين ان شاء الله. عدوك سم. بيض الله وجهك. ما راح اردك سم. لكني برسل لك هديه ضروري استقبلها. بيض الله وجهك وجمل حالك. شو اموركم؟ طيبين ان شاء الله عساكم بخير. طبعا انا والله انا يعني منقطع كثير عن برامج الواقع، وزي ما انتم عارفين برامج الواقع يبغى لها لياقه، ولياقتي تعبانه انا والله. فلي اقعد يوم مو مثل اربع ايام مثل خمس ايام، اللي انقطع فتره عن الاعلام بعد يختلف الوضع. برامج الواقع جميله. تجددها الليله ان شاء الله. تشريف تشريف والله. برامج الواقع جميله، هو لها فوائد عظيمه جدا بتشوفونها ان شاء الله بعد البرنامج، سواء شعار او منشدين او صناع محتوى، بتستمتعون يعني. انا ما ودي اسولف وحمد موجود شيخنا. لا والله شيخنا وضيفنا. يا حبيبي الله يطول عمرك. مثل ما قلت سعيد واكرر متشرف بكم كلكم. تواجدي في قناه الواقع بعد لطيف هذا والله. انجاز. وعلى قولتهم باخذ واعطي معكم وانا ومعاذ في اللي تبونه انتم. اهم شيء انكم على قولتهم عندكم 60 يوم تكسرون الدنيا. يعني 60 يوم هذه استغل فيها، طلع طاقتك فيها، مو بتطلع برا وتقول يا ليتني سويت كذا ليتني سويت كذا. فخذوا راحتكم. يا مرحبا مو مبدا ابرك الساعات والله. يا مرحبا اعداد ما قال شمري يا هلا. الله يبقيكم. يا مرحبا بكم. يا اخي استغربت انكم جالسين، يعني الله يجمعكم على الطاعه اول شيء. يا اخي انكم واجدين وال لا 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 واجدين واليوم 43. فاعتقد احنا ثلاث اشخاص لان هاي 10 ايام تقريبا 10 يوم كانت تصفيات. اوكي اوكي تقريبا 15 يوم بدون ما يطلع البدايه الفعليه لنا 30 بعد 15 يوم. جميل. عشان كذا ينتهي البرنامج يبقون 15 اللي ينافسون على المراكز الاخيره. غدرونا 15 من اخويانا في التصفيات. من يوم بدا البرنامج غدرونا ثلاثه لحد. يعني كنتم 40 كنتم؟ ايه كنا 40 بالتصفيات 40. ما شاء الله ما شاء الله. نوصل 10. الله يوفقكم ويقويكم يا رب. والله ترى يعني اشوف التيك توك والتويتر والانستغرام ضارب عليكم كثير والله. الحمد لله. فشدوا حيلكم. انا مو ودي انهم يشوفون انفسهم علينا بس ترى احب اقول لهم ترى ما شاء الله مكسرين الدنيا. حقهم يا اخي. والله مكسرين الدنيا. اليوم يومكم انبسطوا. اخوي معاذ هو المفروض العدد يكون اقل، لكن تخبر ابركها الزايده. الله يكثركم. الله يكثركم. وانا معكم ضد هذا الفقره صراحه. انا احبهم لكن انا عندي مشكله مع فقرتهم، الفقره اللي ما تتسمى هذه. ما بنقول من هي بدون ما ادري ايش اسمها. ما نعرف يعني. انا ضدهم صراحه. حي الله يعينك. هم يسمعوني الحين ترى موجودين تو شايف. اخصم مع الرجال ولا قلب ابو سلطان. بس انت اصاله ونيابه بتكلم. ها اي انا معكم. انا صوتكم. وشفت بعد مقاطع لابراهيم المعيدي الخطير. سبب لنا انفصام ابراهيم المعيدي. مره نضحك مره نحزن. مره نضحك مره خطير. اللي حق النمني صح؟ اي حق النمني ابراهيم المعيدي. انا ابراهيم اول ما جانا في ابراهيم اللي فات فطريقته جينا في كل ابراهيم كاركتر معين. ابراهيم اللي فات جانا ككاركتر انه ياخذ منه شكاوي او شكاوى. ف انا كنت قلت بمزح معه شوي.
الشكاوي اخوياي كلهم اللي يشتكي مثلا المذيع المقدم الفلاني الفقره الفلانيه. انا قلت مشكلتي دورت عليه، انا مشكلتي معك يا ابراهيم كاتب لك كذا. يوم قرا الاوراق قال ابي هذا فلاح يجيني. قعدت اناقشه قلت انت ما تعجبني انت فيك كذا وكذا. طبعا بقالب مزحي. وواحد من الشباب بعد ما انتهت الفقره كان يقول لي غريبة يا فلاح ابراهيم، يعني اعلام خبرة اعلامية وتنتقده؟ قلت يعني فكرني من جد انتقادي يعني صدق. لا لا ولا ما قلت دعوة يعني من باب بكاها ومن باب مزح. اي ولا ابراهيم، ترى على فكرة هذه حلاوة برامج الواقع والله، الشد والمزح، تزعل لك يوم اي والله، تنبسط لك يوم، والله تذكرونها بعد البرنامج والله. ايش فيني اسولف كذا كاني شايف كانك تفضل يا استرجع الذكريات والله. حتى الربع عندهم 60 يوم كم شهرين اربعه، اللي عنده طاقه اللي عنده محتوى شيء يطلعه، ما هي مو بذا طلع ابراهيم والله يقوله ولا شيء، ولا خلص البرنامج يقول اه ليتني سويت كذا ليتني سويت. وانتم تعلموني طبعا، بس انا باب النصيحه لكم يعني ما شاء الله النسخه هذه انا اشوفها متميزه. ديكوركم جميل ما شاء الله. لا خل ديكور الاشخاص. الهنجر هذا اكبر هنجر تقريبا في برامج الواقع بشكل عام. يشكر سامي الجعوني يعني كان جهوده طيبه. عراب عراب البرامج الواقعيه سامي. الى الان موجود موجود والله والله اذا يسمحوا لي القناه وان شاء الله نيمون عليهم انا بجيب لكم حامد حاشي. اي والله نحاول احنا. انا طالبها بس عند الدريول بنعطيهم كل شيء وبرتب كل شيء انا بس يا روح طعم. اي هم رافضين فعشان لكن انا مون عليهم يوافقون زين. ومن وراء الهواء باخذ الدراهم منك. يسد منك بس تعطيهم توصيه. الحق لكم الله يطول. يا بعدين يا بعدين. انا ابراهيم المعيدي قال اكتب مشكلتك مع الاداره ومشكلتك مع المتسابقين. لا والله ما عندي مشكله انا. ابراهيم صف سرع. ابراهيم المعيدي صف سرع. قلت انا مشكلتي مع حاجه واحده. قال جاني كتبت له ابغى الحمد حاشي وطالب لي بالحمد حاشي وبدون تحيز اول مره يكفون في صف وليد البحيح طالبوا بي بالحمد حاشي ولا جت عليه. ما جت ما جت الا جت امس جايبينه مخصوص لك. احنا نبها من الاداره. من الاداره يعني. طيب انت انا جت وقفلوا عليها ما ادري يقولون موجوده. وين؟ عند ابو هشام. خربت. انا نفذوا مطلبي نفذوا. انا طلعت اطلبين نفذوا واحد الله يبيض وجههم. العشاء جاتنا قامت تجي حويله. كانت الجبال ما توقف. معلش يعني كل برنامج واقعي له آلية. انتم كيف نظام الاكل عندكم؟ آلية خاصة ولا عندكم زيلها؟ لا لا كل شيء فري. لا لا في شيء فري. والله وناسة. لا يجينا بشر كل شيء بلوش. لو انا مثلكم مثلا جوع مثلا نقاط كلها. والله وناسة كل شيء عنده هنا ما شاء الله عنده زين. احنا على ايامنا يوم كنا ليش جينا بشرك حارة والامور طيبه كل شيء زين. سألني ليش يا الرب. طيب السؤال لك يا سم خالد افتح المايك. وين خالد؟ خالد اقسم على خالد نبي كم عهدك من برامج الواقع يعني تاريخك في ايام برامج الواقع كم سنه من ذاك التاريخ حتى الان؟ تقريبا شغال حسين شغال. الو 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 اي سؤال اسلم اسلم. انا اقول كم سنه لك تاريخك في ايام برامج الواقع حتى الان كم مضيت سنه؟ والله انا ما احب اتكلم عن نفسي صراحه لكن تقريبا الحين بنكمل يمكن 9 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. اي تقريبا مشاركتي الاولى كانت في قناه المجد كانت وقتها كان برنامج واقعي صغير كذا لكن البرنامج يسوي نقله كذا اللي هو زد رصيدك 5 ولو يرجع فيني الزمن والله يا الربع اني يعني اقول لكم الكلام هذا انتم مثل اخواني كان الرجال في الاعلام اصدقائي والناس المقربين يعرفون الرجال سيف سيده لا عندي لا لف ولا دوران الزين زين والشين شين. تجارب البرامج الواقعيه خطيره جدا ولها فوائد كثيره جدا وتختصر عمر مره كثير وراح تندمون. اذكر اني قلت الكلمه هذه في برنامج واقعي سابق تذكرون هذا الايام هذه الحلوه في وقت مضى وانا متاكد 100% حتى لو كنتم مجتهدين راح تندمون على جزء من الوقت اللي ضاع. يحصل ترى احيانا الواحد يتعب. حتى انا اقول للجمهور الكريم اللي خلف الشاشات اللي اكون لهم كل الحب والتقدير والاحترام لا تضغطون على الشباب ترى يعني انا جربت هذه المعاناه يعني جالسين في برنامج والهواء عليكم انا ما ادري كم ساعه اتوقع انكم حتى اكثر منا ساعات
تقريبا احنا 14 كنا، فضغط عليكم وتعب تعب كبير، انا فاهم هذا الكلام، لكن هي فتره وصدقوني بتستفيدون منها بعدين كثير، يعني مره مره كثير. تخطو فيك طبعا، ما ودي اكون واضح زياده، بس تستفيدون منها من نواحي كثيره، سواء فنيا، سواء كاسم، سواء كامور ماليه ماديه، يعني انتشار سريع، توصلك اكبر شريحه من المتابعين، بتشوفونها. فانا اقول استغلوا كل ثانيه موجوده في البرنامج، والله لاني احبكم يشهد الله. أيوة. انا بس عشان نبعد عن جو الرسميات شوي، كل ما جانا شخص وكمل معنا الرياليتي سجلته في قائمه تحديات التيك توك بعدين ان شاء الله. تحديات رسميه بعد البرنامج ان شاء الله. معاذ شخص ما شاء الله عنده داعمين انا مالي في التيك توك، ماله سوى حساب، دخل معي جو نبعد عادي. تامر نمر حاضر تامر، الله يبكي بسيط. يعني انا اكتشفت من تهديدك ذا انها الحمد صح؟ الحمد؟ ايه اتوقع كذا. اي حمد ما شاء الله لهم كلهم والله. انا والله انا حمد الصدق اني حضر بثوثه، لكن معاذ ما ادري كان يبث ولا لا. السؤال معاذ ما ادري كان يبث ولا لا، بس انا ما بث والله. يعني انت كيف تدري بثوثي؟ ها؟ كيف تدري بثوثي؟ قبل البرنامج. قبل البرنامج. حمد لا تبيعني. حمد يعني كان فانز لك وذحين يتحدى. ايش في سلم يشرفني يسعدني والله اني صادق. والله اني متشرف بكم جميعا. عزتك بيعه رسميه. اي هم الشباب حبوا يحطوني في الزاويه. لكن معك داخل. وش اخر بث شفته انا؟ ودي ما اتحداك، ودي اكون معك. والله يبيض وجهك، ادري عشان الداعمين. ما عليه ما في مشكله. هذا انا ودي اسالك امير محمد، اكثر باقه جبت شيت كل شيء. والله والله كل شيء، والله كل شيء، لكن يعني اللي دخل قلبي يعني اللي شدني اكثر، انا عدو الحزن وانا عدو الفراق. الشيء الثاني انا ما اخاف الرحيل، اخاف بعد الرحيل. سيف اتوقع صح؟ اخي انت انا العيال يقول ضيوف اتوقع يسالني، قال المطلع هذا كيف كتبته؟ والاجواء اللي كانت عندك صحيح. اكثر الاشخاص يقول الاجواء الشعري، الشاعر اذا كتب مطلع قوي لازم يكون في اجواء مهيئه له. فانا علمتهم، قلت انا كتبتها معي كاسه شاهي، كان ابو هشام الحارس كان يهاوش له واحد في البرحه هناك، ما في اي جو. انا اقول الكلمات هذه تكتبها انا، يعني اقول انك حسيت جو البرايم. والله اني كانك عشت جو البرايم. والله جربت معاناه البرايم وكتبت. انا ندمت، انا اعلم العيال حتى ندمت اني كتبتها بعد ما مشى البرايم الاول، البرايم الثاني، عرفت اللي صعبه تسمع كلماتك وتوجعك بنفسك. كلمه حق الأمانة والله، يعني ولا قصور في البرامج اللي قبلهم واللي بيجون بعدهم. بوجهه نظري يعني يا حمد اخي زينها، اشوف انها افضل من شوده برايم في تاريخ المنطقه. يا اخي والله العظيم انا ما سمعت. صادق والله العظيم، والله العظيم يا اخي. يا جماعه انا ايش قلت يا اخي؟ انا قلت بس انا رايي يا جماعه، انا يعني ما فرطت. مشكله ما ودي ادور عليكم موجودين انتم، صعب الموضوع. انا ما فرطت رايي على قول رايي الصح. انا مؤيد وجهه نظر حمد الخزينه افضل من شوده ابراهيم وافضل مشاهدين في تاريخ برامج. يعيش حمد. النسخه هذه ما شاء الله ولا قصور. النسخة هذه يعني اقولها بالفهم المليان، انا فانز لكم يا المشدين. تستاهلون والله العظيم. اقول لك يا حمد، النسخة هذه داعم لكم ان شاء الله عقب البرنامج. النسخة هذه ولا قصور من النسخ اللي راحت. ما شاء الله انا بحكم اني مشاهد من زمان توفقت بالشعار وبالموسيقى. اي والله. وبصناع المحتوى. غيره من الفراق. انا اقول انا بالنسبة لي اقول لكم، يعني ما ودي نعيد الكلام، كل نسخة. لا حقها. هذا ما يعني انه في نسخه. احنا يا الربع ما هي مضاربه ومنافسه وحرب. صح صح صح. بس كل الناس مبدعه. اي بس انت متحيز للشباب كثير ويستاهلون. لاصدقاء ترى والله يستاهلون. لاصدقاء في سكريبت، لاصدقاء في جنت، لاصدقاء في زد رصيدك. بس انا بوجهه نظري شو انا هذول كلهم اصدقائي، لكن عادي. وش رايكم بنغير المكان؟ اللي ودك تبي نطلع برا؟ اي نطلع برا. يلا نلعبهم لعبه. والله انكم من نروحوا فيها والله، واني اعزكم واغليكم، وان شاء الله انكم تعرفون معزتكم مو على الهواء، لا طلعتوا بحول الله. بحطكم جوا عيوني والله. سم الله عليه. بالنسبه للمنشدين اللي قبل واللي بعد ما راح تشوف نفس المنشدين لهم. اسف ايش تقول؟ ما سمعتك. يسولفون لي الشباب، لبيك معلش والله ما اسمع. اعطوني صدى. عطوه صدى. نعم. النسخة اللي بتجي
واللي قبل ما راح تلقى نفس المنشدين. كفو كفو. هذا عند ابنه. وهذا الرجال عنده بحة لطيفة جميلة. الله يطول عمرك. أنا حبيتها خصوصا في الطروع فوق. أبعد راسي معاك. يعلم الله العلي العظيم والقصور فيك. بالنسبة للحمد يعني أشوف القستات في تيك توك وهو يعني يغني وكذا. كان الجمهور لما نفتح تيك توك ادخل معه قلت وين ادخل معه الرجال وين ومو بيمنع حاله والله جعلبوك في الجنه بس سبحان اللي جابه عندي هنا يا الحين ابزعجه دوتو الله يطول عمرك الله يخليك الله يعافيك ترى عندنا منشد هنا معطل المجال للمنشدين اللي هنا انت من هو ما بنا ودي انها انا صوتي مكحوح معك اللي هو محمد ناصر المري ونعم منشد عنده لحن اتحداهم غنوه كلهم جابه هنا تحداهم ازرق والله ما قدرنا هو طلع 24 ساعه احنا وقال انا ترى جاي من قطر بس اعطيكم مجال بس اعلمكم بس يعطيكم جو مجالكم قوي انتم ما حسيت ان في شيء يستحق الدعم في شيء في الموضوع يستحق الدعم انا استاذنكم والله احنا ودينا نطول معكم لكن عندي موعد في المستشفى حبيت اني ادس الين تجون وامشي بيض الله وجهك الله يحفظك حبيبي والله ترى باس ما تشوف شر ان شاء الله طول عمرك الله يسعد لي قلبكم وياك اخوي معاذ انت واخوي حمد بالنسبه للبرنامج الاقصرهم البرامج الباقيه واللي بتجي فيما يترو بعدنا احلى ما في النسخه ذي والله ماني اقولها مجامله اشهد الله في جميع المواهب المقدم والممثل والشعار والمنشدين كل واحد يساعد الثاني ويحاول يطلع خويه ولا يعطيه يعني شيء من اللي يعرفه فعلى طاري القصائد والقصائد وشيء الحين سيف قاعد يساعدني في الحان بصفته ملحن ومنشد ما شاء الله وانا كاتب ابيات وابي لحن لي وما قصر اعطاني الحين الحان التمثيل الشباب بعضهم مقدم ويشتغل في التمثيل يعني كلنا يد واحده ان شاء الله هذه حلاوه برامج الواقع الله يطول لي بعمرك الاخوه الطيبه والرفقه الزينه وان شاء الله تستمر بعد البرنامج ان شاء الله اذا عندك الحان ترى نشتريها بعد شراء مو بنت الحاله اي ما يصير ضبطه ما ضبطه عطيناها رسمي شوي صح اذا تسمحوا لي حب كبير لاهل عمان الطيبين اللي اعزهم انا كان عندي حفل قريب في عمان يا اخي فيهم طيبه الدنيا كلها اهل عمان فمن هذا المكان وجه تحيه لكل الناس اللي تابعونا من عمان نكون لهم كل الحب والتقدير والاحترام جيناهم قبل فترة في الخريف خريف صلاح أخي جمهور لطيف وجميل نطلع ودكم نطلع برا شوي خلي يسمحون للشباب شوي يقول لي حسين لا تطلع اللي بيز يقول لك إيه أوكي خلاص بسم الله على العين وعلى الرأس ما يحتاج لكن دفيت زيادة نسمع من انا رحت صلاله وما شاء الله تبارك الله كان في برنامج دولي ورحت كان ايام خريف صلاله عام 39 فلاحظت شيء مميز ولا قصور في الباقي ونعم كل دوله فيها حقها وعمان ونعم فيهم لاحظت كنا طالعين كشته وجاء واحد منهم اخذ الذبيحه يعني كان في شمس خفيف بس ايام الخريف ما الشمس قليله هناك تطلع حلو. في صلاله عشان الجو ما شاء الله طيب فكان يسلخ الذبيحه قلنا له تعال في الظل شوي يقول الامور طيبه رحنا نبغى نساعده حلف علينا الامور طيبه نبي نسوي شيء الامور طيبه دائما لسانهم الامور طيبه والله الامور طيبه صحيح. يعني سهالات الامور بساطه يعني الصدور وسيعة وش كض الشده انا من طيبهم والله الخريف في الخريف اخر سته تلحقون عليه تلحقون عليه شهر 6 و7 8 لبيك يا فهد لا لا الشهر احنا معنا ما ادري اذا تعرفوا المنشدين اللي معنا منشدين صراحه مميزين وانا اشوف انهم يعني ما سلطت عليهم الاضواء بشكل كبير ودنا اي والله نستغل الجلسه الطيبه هذه ونسمع منهم كل لي لكم منشدين كل لي لكم حاضرين محمد العويسي حاضرين دقيقه قل له الله اركد هو شو عنده محمد العويسي حمودنا نسمع من العويسي بس ودنا نسمع الشباب كلهم ودنا نسمع من الاثنين ابشر ولا تبول بس حان عندنا معاذ وعندنا حمد الخزينه ولا تعدى ربعه نبغى نسمع منكم شوي احنا سمعتوا منا والله العظيم دقه سلف بعدني للحين ما حركته ندري خلاص شل شلتين ثلاث
أربع من عيوني. حاضرين 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 حاضرين. سمعونا شيء، خلينا نسمع. احنا بنغني لكم، بنطلع ننبسط شوي نستانس، لكن خلينا نسمع منكم اول شيء. خلينا نسمع منكم. سامع ما سامع؟ قدري يدري والله ما ادري. بعد اذنكم حقه الدخوليه، دخوليه اول ايام الصفيات ترى مسلم. ايوه عطى. وكيف انت؟ بكيف عندك شيء يطلع؟ ما في حد الا ما سمعها. لا انا الشباب هنا ما ظنيت انهم سمعوا. لا لا غير هذا، غير اجل غير اللي ودك، اللي ودك، اللي ودك. لا شغال شغال شيء جديد ولا شيء جديد. يا هوى البال حالي من غيابك نحال، راح منها الكثير ولا بقى إلا القليل. ليلة ما تجيبك وانت راعي محال، جعلها ما تجيبك وانت عابر سبيل. يا مسلمين شاموا مسلمين شموتنا وغياب من الظنا من الظنا من الظنا. يا للا العويس انا البطل صح منك. صوتك فيصل سمعني لا سمعني داير عليك الدور. عندك لا والله سمعني عزنا عزنا سمعتهم اسمعوا لا والله اسمع بالدور بالدور والله لا تحدوني والله سمعني. ما حد يضغط علي زياده. شفت لك مقطع وش هو؟ انت الوالد. انا والوالد ايه وش هو؟ ناسي كلماته والله. شفت لك مقطع عليك ارسل مراسيل الغرام يمكن يومني ذا في تيك توك ظني ما ادري هو بث ولا ايه. انت ورا الوالد. ايوه هو ما ادري اذا هي عليك ارسل مرا عطري عطري. عليك ارسل مراسل الغرام بلهت الاحزان، وتوقل رد يذبح طاري الفرقاء ويا حيني، ونادي يا فلان اقرا الرسايل طالبك يا فلان، ولي في شف غرامك وش سوى في شراييني، وعرف انك قريت اللي كتبته في بعض الاحيان، تشوف الواردات ولا ترد ولا تحاكيني، وانا اماني سفيه وما قفي ما يقبل سفهان، ولا قبل كل كلمة تفرد ضلوعي وتكويني، يكون أنت الوحيد أسامحك وليك مهما كان، قسم بالله ما قبلك حد لجلبك عيني،
قسم بالله ما قبلك حد لجلابك تعيني. سلام عليكم. عندك يا تلومني اذا قلت هذه افضل اصوات برامج واقع. لا مؤيد والله بدي تاخذ منك. اشكركم والله. سلام يا شيخ. سيوف نبا منها اغنيه ولا شيء؟ نبا بارتين. بارتين نبا بارتين من عندها. نبا واحده سعوديه وواحده تركيه. مكه بس اهم شيء حاجه فيها. اسمع يا حمد والله فيها ال 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 يعني النايف كذا الحلو في الحنجرة الجميلة. لأنك حلو. الله يطول حمد. لا تحرجني ترى أنا ترى نحرج بسرعة. ومعايا ربيز بعد الوضع خطير. الصوت واضح. واضح. أعطوني صدى. أعطوه صدى ودلعوه. لبك. أنت عن غيرك فرقتي عقلي ما قلبي سرقتي سرقتني حتى مني. وش بقى بس ما سرقت يا دفاي ويا حنيني يا شعور يحتويني كل حب الدنيا حسه صار ما بينك وبيني وانت عن غيرك فرقتي عقلي ما قلبي سرقتي سرقتني حتى مني وش بقى بس ما سرقتي ويا دفاي ويا حنيني يا شعور يحتويني كل حب الدنيا حسه صار ما بينك وبيني. سلامتك. نكسها. يلا الأقسم سان قرم باني ورغم سردم سيني طشخر بابر يربو الأقسم سان قرم باني ورغم سردم سيني طشخر بابر يربو قلب على البعد وياك لا تعلم عشقتك لين نجمة غازل بنجمة قلب على البعد وياك لا تعلم عشقتك لين نجمة غازل بنجمة. سلام عليكم. سلام عليكم. الله يطول عمرك. جزاكم خير. عندك العويسي. شرط الابو. لا يا اخي من ساعه مخي يا شله. خليني اسمعكم والله انا تام تام. ايه صدري منيب. لا منيب لا توصوا ذاب الحشاب سبابك كل السبب تعذيبك يا لعن ابوه غيابك في نوم يا هذيبك قلبي غرق في عجابك في حبك ويا غليبك اموت بك واحيا بك وحلفت ما بسخيبك لي صابني ما صابك مرتاح انا دريبك لاهي مع قرابك في غيك وترتيبك والحظ يا دويابك ولا يتني من طيبك يا لعن ابوه 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 غيابك في نوم يا هذيبك. استغفر الله دوم ان شاء الله.
اكبر. بكم يا سادة. من هذا؟ المنشد معاذ، المنشد حمد الخزينة. جميل جدا، أو جميل. حمد الخزينة مؤاد الجماس، جميل جدا. احنا ضيوف شيء بنمشتر. بعض الاحيان يصوبني مثل الزهايمر وانا انسى هؤلاء، ولكن على ما يبدو لي انهم فنانين. نعم، من دولة قطر. نعم، ومن دولة السعودية. هذاك يضحك، جيبوا له. هذاك هو الشوز بني. ليش؟ ماذا بك؟ يقول الشوز بني. ليش؟ يسأل. سمعتك كاشخ يبغى ينكت ويقول الشوز بني. ليش؟ لا تدعني أغضب. غضبت هنا كل شيء. ولا غضبك. لا، إنني الإمبراطور مهند خاندرو. ايش اسمه؟ نسأل. مهند خاندرو. خاندرو. ونعم ونعم الشارع. ما عليك زود. معروفين. الربع خايفين. ليش هذولي؟ ماذا شأنك؟ ها؟ انظر إلي أنا، لا تنظر إليهم. حاسب علينا. أنا نقصي. إنني الإمبراطور الجديد في هذه الغية. إنك إيش؟
الامبراطور. هل لديك معنى؟ ممكن استفسار؟ انت ما لقيت الاثنين ذول يجي يعني ليش كذا واحد؟ لن اطلب رايك. سم هو صادق ايش دخل تلقف والله العظيم تحطوا نفسكم في موقف. اين هم الامبراطورين القديمين؟ وليد بيه كن هنا كن هنا. فيصل طلال ما هذا الفساد؟ هل لديك مانع؟ امبراطور فاشل. امبراطور فاشل وسوف يتم التحقيق معك. أين فيصل بن طلال؟ نعم. امبراطور أفشل من الفاشل. شخوص يا مولا مع هذا الفساد تكسير مخالفات برايمات. لا تنظر إلي، انظر أمامي. أنظر أمامي؟ نعم. أهلا وسهلا بكم إخواننا ضيوف هذه الليلة، مغاد الجماغ، حمد الخزينة. حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا. شيء يفرحك. أتغمد عليك. صفقوا جميعا صفقوا جميعا. يعني ساحر والله ساحر. ساحر سكس باك سيء. اصمت اظهر ما لديك اظهر ما لديك. ليس لدي يا شيء. صوغت الله وجهك. بيض الله وجهك. الدليل الخلف. لدي أوامر جديدة وقرارات جديدة وتصدر على الكبير وعلى الصغير. على رأسكم تركي الدوسري. لا 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 صديق هو جميل. صفقة لتركي الدوسري. صفقة لتركي الدوسري. فاشل فاشل في امبراطوريتك فاشل وفي الله يهب لك قنبلة. أول قرار أصدره اليوم بصوتك العذب. ان شاء الله ما تبكي باستسناس. اذغل مالديك. ما تعدى اذغل مالديك. ما تعدى بيدي ولا عليك. هيا حراس. سم موجود موجود عندنا قهوة وكل شيء. قهوة يا حبيبي قهوة. قهوينا وتعشينا امورنا طيب. نبغى نمشي. ليس لديك. نبغى نمشي. ليس لديك القهوة والشاي. هي لدي انا.
هل لديك معنى؟ نحن هنا في قرية البزنس. اذهب. نحن هنا في قرية البزنس وأنا إمبراطور قرية البزنس. كفو والله. وأفضل إمبراطور أتى في هذه النسخة ولن يأتي أحد معه. هل تفهم؟ صفق صفق صفق. حمد الخزينة غنى. يا حمد الخزينة أطربنا بصوتك يا حمد. خليهم يطون خلفية النغمة هنا. لقد أمرت الأمر ونفذ الأمر. أي شيء؟ تعب. والله تعبان لكن بروتور يا ودي. شو بسوي بنا إذا ما غنينا؟ ليش يمشي كذا هذا يا أخي؟ ما ترى ما له علاقة هذا. ما شايف إلا التور ولا شغل. أعد أعد هيا. لقد عجبتني المقولة. طيب. أخبرهم بأن أول غغار حرمان متصبغين من الكرك. حرمان متصبغين من الكرك. حرمان متصبغين من الكرك. شغل شغل شغل. اصرفوا جميع العلة. وجهك ابيض الله يطول عمرك. الله يصلحك. لكن انا مؤتمن. الرجال يقول امبراطور يبغى امبراطور.
والله انه قالها اي والله مو قال كيف الكلام هذا اسقط علي حمد والله انا ما كيف الكلام ذا تعرف اني فانز لك سامح احاول اصدق لاني انا اللي كنت فاز لك بيض الله يجيبك الله يحييكم تحايا المطر شوي معاذ لبيك الله يحييكم تحايا المطر الله يبقيك وانتم حمد مرحبا والله ومسهلا فيكم وفي حمد من الدولة الشقيقة من المفترض ما تمشي إلا معك حراس حسب رأيي الشخصي وتقديري علي الحرام النقم ولبسوه الباب